وخلوني وانا بتكلم على ده اتكلم كمان بالمناسبه على الجهد المبذول والجهد المضني والجهد المخلص اللي بتبذله وزارة الداخلية المصرية خلال هذه الأيام بالتحديد. احنا بنتكلم على هذه الأيام بالتحديد اللي فيها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم طول الوقت، واللي للأسف 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 لسه تلاقي ناس بتشتغل في سرقة أقوات هذا الشعب. يعني إيه؟ يعني قول لي إيه الوجاهة في إنك أنت تقعد تشوف إنه العالم، طب سيبك من العالم، بلدك تعاني من آثار اقتصادية بسبب حروب وبسبب كورونا وبسبب أزمات اقتصادية إلى آخره، فأنت تروح تقرر تتاجر في العملة بشكل غير شرعي. مفهوم جدا إنه مسألة استبدال وبيع العملة ليها قنواتها الشرعية اللي كل الناس عارفاها، خلاص المسألة ما بقاش فيها إيه فصل. عارفين الكلام ده بقالنا 30 سنة 40 سنة 50 سنة من وقت ما بقى في حاجة اسمها جهاز مصرفي في هذا الوطن، 500 سنة أكتر، يمكن من أيام تأسيس البنك الأهلي كمان في القرن 19. فلسه في ناس تاخد بعضها وتروح تقول لك احنا بقى عايزين نشتغل نبيع نشتري ناخد الجنيهات المصرية اللي عندنا عملتنا بتاعتنا اللي المفترض انك انت تحافظ عليها واللي المفترض انك انت تحافظ على قيمتها وتروح تبدلها بدولارات، سوق سودة. طيب انا بس عايز اقول لك حاجة، النقد اي نقد زيه زي اي سلعة لو زاد الاقبال عليه اكتر مما ينبغي سعره زاد. فلما ناخد بعضي واروح اجري في السوق السوداء علشان اشتري دولارات وانا متخيل ان انا كده بحمي نفسي، انت بتضر نفسك بشكل مش هقولك غير مباشر، بشكل مباشر. الدولار ده طول ما هو بيعلى انت مضرور، انت فاكر ان انت كده حميت فلوسك، لا انت ما حميتش فلوسك ولا حاجة، انت بتضيع نفسك لانك بتضيع اقتصاد بلد، بتضيع اقتصاد دولة. احنا الحمد لله والشكر لله احنا كويسين، واللي حاصل ده لو ما كناش خدنا إجراءات خلال 8 سنين فاتوا كان هيبقى قد اللي حاصل ده مرة واتنين وتلاتة، لا هو بجد كانت هتبقى 3 أضعاف الأزمة. طيب كويس قوي إنه الداخلية طول الوقت مصحصحة، أجهزة وزارة الداخلية بتتصدى بمنتهى القوة بمنتهى الحزم لهذا الجرم الاقتصادي، الجرم اللي بيضر باقتصادك بيك أنت بمحفظتك بجيبك بأسعارك، جرم الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء. ويبقى الحجة أصل احنا بنحاول نحمي فلوسنا، انت بتضيع فلوسك، انت بتدمر عملتك وبتدمر اقتصادك في سبيل انك انت تعلي في أسعار عملة أجنبية. ايه ده؟ الوزارة بتتصدى لهذه الجرائم وضبط المرتكبين. نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية ومديريات الأمن في ضبط 92 قضية. ده احنا بنتكلم ايه في أقل من 24 ساعة. يا نهار أبيض، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ محاولات اللعب في النقد الاجنبي دائما بتبقى للاسف الشديد او يعني ما يطلق عليها البعض مضاربه، بل هي اتجار حرام بالمناسبه، ويمكن حتى ممكن نبقى نتكلم فيها مع مولانا الدكتور احمد كريم النهارده في حرمانيه هذا النوع من التجاره طالما انها خارجه عن النطاق الشرعي والقانوني. يعني معقوله يا جماعه انه تقعد في هذه الفترة فتكتشف ان انت في عندك 184 مليون جنيه يتم ضبطهم في شكل عملات اجنبية وعملات محلية؟ يعني لو انا بتكلم على سعر النهاردة احنا بنتكلم كده ايه في السريع البني 10 مليون دولار. ايه ده؟ طيب ولو على قبل امبارح، يعني سيبنا من امبارح الارتفاعات اللي حصلت في سعر النقد الاجنبي، يبقى انت بتتكلم تقريبا في حوالي من 12 ل 13 مليون دولار. ليه؟ ليه؟ عشان يحصل ايه؟ علشان لما يقل نقد اجنبي فلاقي اكتر في سعر البضائع واكتر في سعر الخدمات واكتر في تكلفه على المواطن. اللي بيشتغل كده اللي بيعمل كده بيرفع التكلفه بتاعه المعيشه بتاعه المواطن. انا هنا مش بصدد النصح للمجرم اللي بيعمل ده، انا هنا بس عايز انصح المواطن العادي، انا وانت واخواتنا وقرايبنا واصدقائنا وجيراننا،
انت لو حد جه لعب في دماغك وقال لك هات القرشين اللي انت محوشهم، ولا مش عارف اسحبهم من البنك، ولا اكسر الشهاده، واصل دلوقتي بقى هجيب لك الدولار بالمش عارف ايه، وانت كده حافظت على الفلوس، اطلاقا ده بيصيع عليك. النصيحه اللي اقدر اقدمها لك بعد اللي انا شايفه من اقبال ما شاء الله زي الفل على شهادات ال 18% اللي هي اجل سنه، انت كده في التمام التمام، ده احسن لك بكتير، ويدي لك نفس الربحية وزيادة. ده بالمناسبة يعني، ده واحد. اتنين، ان كنت ناس ملي بتفهم، وخد بالك بتفهم في الاستثمار في البورصة، اديك شايف امبارح الارتفاعات التاريخية في حجم التداول اللي جرى في البورصة، دي فرصتك بالمناسبة. ولو قريت اي حاجة، اي مقال، مش هقولك كتاب اقتصادي ولا مرجع مهم، اي مقال اقتصادي يقولك ان الايام اللي زي دي انسب وقت تروح تشتري بيه في البورصة، انسب وقت، الاسعار بتقل، تروح انت تبقى قدرتك الشرائيه ساعتها اعلى، سعر السهم بيقل طبيعي، ده اللي بيحصل. فحضرتك بدل ما كنت هتشتري 10 اسهم هيبقوا 15 ولا هيبقوا 11 ولا هيبقوا 12، زي ما يطلع على حسب الاسعار. لما بتيجي في الوقت بقى اللي بتبدا تستقر فيه الاقتصاديات، سواء اذا كان في مصر، في الشرق الاوسط، في العالم، بعتك مربوحه مربوحه. على كل، خلوني استاذنكم نشوف تقرير حول هذا الجهد المتواصل من وزاره الداخليه لضبط هذا النوع من الجرائم وحمايتك انت بشكل مباشر. في ضوء الاحداث العالميه الراهنه وتاثيرها على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد المصري، ومحاولات البعض استغلال هذه الاحداث لتحقيق ارباح سريعه غير مشروعه من خلال ارتكاب جرائم اقتصادية تضر بالاقتصاد الوطني، ومنها الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، فإن أجهزة وزارة الداخلية تتصدى بكل قوة لتلك الجرائم ومرتكبيها. فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن في ضبط 92 قاضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال الفترة من 7 من الشهر الجاري حتى 20 من ذات الشهر، بقيمة قرابة 184 مليون جنيه عملات محلية وأجنبية، من بينها ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بلغ حجم تعاملاته 30 مليون جنيه في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. وبقنا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 20 مليون جنيه. الإدارة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام شقيقه مقيم بإحدى الدول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها له، والذي يقوم بدوره باستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لذويهم مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي في هذا النشاط الإجرامي 15 مليون جنيه. وبالدقهلية تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ما يعادلها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي بلغ 9 ملايين جنيه. وبالدقهلية أيضا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بالخارج بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهما في هذا النشاط الإجرامي 12 مليون جنيه. ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 7 ملايين و500 ألف جنيه،
المذكور يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدال ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وتتواصل الضربات الأمنية ضد كافة العناصر الإجرامية الضالعة في الجرائم التي تضر بالاقتصاد المصري حفاظاً على ركائز الاقتصاد ودعائمه من تلك الجرائم.